يعني حقيقة هذا موقف لا نتمالك أنفسنا ونحن نقف هذا الموقف، لكنها إرادة الله. الشعب الفلسطيني قدم الكثير من الشهداء، ولعل هذه القاعة بها الكثير من أسر الشهداء وأباء الشهداء، لكن أرى والد الشهيد عبد الرحمن أبو هين، دكتور زياد أبو هين وهو بيننا الآن، والشهيد عبد الرحمن أبو هين هو أحد العاملين في قناة الكتاب الفضائية، فنحيي والد الشهيد ونحيي كل شهدائنا. أوقف يا دكتور، أوقف. وطبعا عندما نحيي يعني والد الشهيد عبد الرحمن، نحيي كل أباء الشهداء وأمهات الشهداء وإخوة الشهداء، لكن كان حقا علي ولزاما علي يعني دكتور زياد أحد العاملين في الجامعة الإسلامية، وابنه الشهيد هو أحد العاملين في قناة الكتاب الفضائية، فلا يمكن إلا أن نوجه لهم كل التحية والتقدير. طبعا عائلة أبو هين قدمت العديد من الشهداء، والده أيضا وإخوانه ومجموعة كبيرة من هذه العائلة، وكل العوائل الفلسطينية قدمت العديد من الشهداء، فالتحية لكل عوائلنا وكل عائلات الشعب الفلسطيني التي قدمت الشهداء، وإن شاء الله في جنة الخلود بإذن الله.